بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم والجولة الثالثة مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الحاضرة مع هذا الانطلاق المتميز ومع أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. ينطلق هذا الشوط بتحدياته، بإنجازاته، وبهذه الشعارات القادمة من جميع ميادين دول مجلس التعاون. وفي هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك اللي قادة المجموعة تاتي هيبة، سلطان بن أحمد بالشيل العامري يقدم هيبة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع. من تندفع بالاندفاع الذاتي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، تليها مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أرى التسلل والتقدم والانطلاق والتحديات الحاضرة مشاهدينا متابعينا الكرام. وصول وتقدم من مرموقة سعيد بن محمد بن حليس العفاري، نتابع المركز الثالث، نتابع التقدم من خلابة لحميد بن عبيد بن حسن بن ركاضة العليلي، وعلى مستوى المركز الرابع نتابع مياسة عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي ياتي بتحديات مياسة مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات منصورة، راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي يتابع تحديات منصورة مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر أرى التسلل والتقدم في هذه اللحظات لمناعة، سالم بن راشد بن غدير متابع انطلاقة مناعة مع المركز السادس. بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع تصل التزام سابعا لمحمد بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي ياتي بتحديات وتقدم التزام على مستوى المركز السابع. المركز الثامن تصل في هذه اللحظات جلد للسيب بن عبيد بن غنام المزروعي. بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن وصول مع هيا سالم بن سعيد بن منانه يتابع هيا مع المركز التاسع. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، وأرهني سمحة القادمة مع المركز العاشر لمحمد بن هلال بن عيضة المزروعي يقدم هذا الاسم مع المركز العاشر. هذه النتيجة، النداء الأول، الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط. ولكن بنعود مع الصدارة، مع البداية والمقدمة، نتابع خلابة اللي قادت المجموعة، اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. حميد بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي يأتي بهذا الانطلاق، هيا تصل تتقدم على مستوى المركز الثاني بطريقها إلى الصدارة والمقدمة. ومتابعة سالم بن سعيد بن منانة شعار المتحدي من بدأ يتقدم بانطلاقة هي اللي قادت المجموعة. المركز الثالث مرموقة لسعيد بن محمد بن حليس العفاري. المركز الرابع تصل مياس لعبد الله بن عوض بن عمر الشامسي. ولكن القدوم والذيبة من تصل بدورها على مستوى المركز الرابع بمتابعة مطر بن سهيل اليبهوني. خامس الانطلاقات، من الجانب بالآخر التزام لمحمد بن عبد الله بن منين الشامسي. وعلى مستوى المركز السادس تصل الأسامي، انذار القادمة مع المركز السادس بمتابعة وتقدم سعيد بن علي بن عيسى الكتبي ياتي بتحديات انذار. تصل
تحصل على مستوى المركز السادس بأول ندى، بدأت تتقدم ولكن من الجانب الآخر جميلة لمبارك بن راشد بن حميد بن عبد المنصوري يتابع جميلة بهذا الانطلاق. المركز الثامن صوغ للسير بن خليفة بن عبيد الحميري وتاسع الانطلاقات، تاسع التحديات عجايب لمحمد بن عوض بن حمد الخاصوني، عاشرا من الجانب الآخر ارصد للقادمة مواصيل تصل في هذه اللحظات مع المركز العاشر يقدم مواصيل نايب سالم بن حامد الوهيب، ولكن بنعود مع الصدارة مع الاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية. بانت المنصة ولوحة الكيلو المتر الأخير، غادرناها مع هذا التجمع مع هذا الانطلاق. واليبهوني اليبهوني من بدأ يتسلل، ولكن أرصد لي لقادة المجموعة، أرهني عجايب على الصدارة، عجايب على المقدمة. محمد بن عوض بن حمد الخاصونياتي بتحديات عجايب. المركز الثاني التحديات مع سيدة سالم ثعلو بالدرعي، ياتي بتحديات سيدة مع المركز الثاني، ولكن عجايب تتجه اتجاه سليم وصحيح إلى خط النهاية. بدت بي الرشوط في اللحظات الأخيرة، ما شاء الله زادت من سرعتها، انطلقت في الأمتار النهائية بمتابعة محمد بن عوض بن حمد الخاصوني، ولكن بن ثعلوب قادم مع سيدة سالم بن ثعلوب الدرعي. واللحظات الأخيرة، التقدم التسلل من الجانب الآخر مواصيل وصلت في اللحظات الأخيرة لتهدي السلامات لأهل السلطنة نايب سالم بن حامد الوهيب. يشكرك مع هذا الأداء المتميز، سلام الأبيض سلام من جم السبق، ياتي بمواصيل نايب سالم بن حامد الوهيبي. المركز الثاني الوارية لسعد بن محمد بن شرقي العفاري. المركز الثالث جاءت أيضا عجايب لمحمد بن عوض الخاصوني. المركز الرابع تصل في مشاهدينا متابع الكرام سيدة لسالم ثعلوب الدرعي. المركز الخامس تسلل أيضا والقدوم غازية لعبد الله بن سيف بن محمد العميمي، لنا عودة مع التوقيت الزمني وسبع دقائق 30 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك مواصيل نايب سالم بن حامد الوهيبي، والسلامات لأهالي الأبيض بالسلطنة بهذا الأداء المتميز. الوارية تصل مع المركز الثاني سبع دقائق 31 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسعد بن محمد الشرقي العفاري، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث جاءت عجايب لمحمد بن عوض بن حمد الخاصوني. توقيتها الزمني سبع دقائق 31 ثانية وجزئين من الثانية.